الحاله السائده عند الشعب دلوقتي او معظم الناس هي حاله الاحباط، لان هم خليني اقول الاحباط ده انا متفهمه، ولكن هقول هو حاصل ليه، لان الناس كلها كانت متوقعه شيء وحصل اقل من اللي هم متوقعينه. فانا عايز اقول بقى ان التوقع اللي الناس كلها كانت متوقعاه هو توقع خاطئ، لان المفروض ما حدش يتوقع. يعني دايما بقول المثال ده، لو حد عنده برد والنهارده اديت له الدواء للبرد، لو انا توقعت انه هيصحى الصبح 100% في كامل الصحة، يبقى انا توقعي غلط. لو صحي تاني يوم لقيته لسه بيكح او لسه مسكوم او لسه تعبان، هاصدم وهتضايق. احنا بلدنا كده، ان الشعب كله كان في حالة نسميها تحت الصفر بمراحل. فهو لما عملنا الثورة الناس كلها توقعت ان احنا خلاص بقى هنبقى 100% فوق، فلما حصل حاجة اقل كله اتصدم. وده تطور طبيعي، يعني حتى ربنا بيقول في القرآن ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا. هم توقعوا ان هم هيخرجوا من بطن الام بيمشوا، فلما لقى نفسه بيخرج مش عارف يمشي اتلخبط واتخض. فده طبيعي، على الاقل الحمد لله خرجنا من بطن الام، نحاول بقى نزحف شويه وبعد كده نحبو وبعد كده نقف وبعد كده نمشي. ده اللي هيحصل في السنين الجايه. عشان كده انا بقول مرشح الرئاسه اللي هيتم اختياره اليومين دول هيقود البلد من بطن الام الى مرحله الحبو. بعد كده الدوره الثانيه هياخدها من الحبو للوقوف، اللي بعد كده من الوقوف للمشي. ده التطور الطبيعي، فمحدش يصدم ومحدش يتضايق او يزعل. ولازم اكون فاهم ده عشان اكون متقبل كل الاحداث اللي بتحصل. تمام، دي جزئيه. الجزئيه الثانيه، الشباب بيقولوا سلبي وسلبي. هتلاقي معظم الشباب اللي هو سلبي يا اما ما عندوش هدف، يا اما عنده هدف انا شايفه مش هدف نوعا ما. لان بعض الناس مثلا اللي بيقول هقاطع الانتخابات او اللي بيقول هنزل ابطل صوتي، هو عنده هدف. الهدف ده ايه؟ ان انا اقول ان انا مش عاجبني اللي بيحصل، وده في حد ذاته مش هدف. كلنا عارفين، يعني كل الشعب عارف، مفيش حد عاجبه اللي حاصل اصلا. لكن يعني لازم نتعامل مع الموقف الواقع اللي احنا فيه، والا مصر هتضيع. يعني صح، الشعب المصري كله لو سالتي، لو انا بقول لك اهو، يمكن انا ده وجهه نظري، ولو عملناها هنلاقيها ان شاء الله كده. لو عملنا استفتاء لكل الشعب المصري انت راضي عن الانتخابات، كله هيقول لا خلاص. فانا مش مطالب ان انا انزل ابطل صوتي عشان اثبت ان انا لا، او ان انا ما اروحش انتخب عشان اقول يا جماعه لا انا مش عاجبني. ما احنا كلنا مش عاجبنا. احنا دلوقتي لازم اكون محدد هدف، ان انا هدفي مصر تقوم. وفي حته مهمه، الناس اللي هتقاطع او هتبطل صوتها مش واخدين بالهم منها. ما هو لو نفترض ان في 100 شخص خلاص، وفي اختيارين، واحنا الاثنين ما كناش عاوزين، كنا عاوزين احلى منهم خلاص يا جماعه، بس في اختيارين. عشان كده بحب ادي مثال بسيط شويه. لو في اسره فيها مثلا اب وام وثلاث اولاد وثلاث بنات خلاص، ولظروف ما اضطروا ان ما ياكلوش غير فول او طعميه خلاص، هقول لا ما بحبش الفول والطعميه. ايوه، ما في نقطه هموت من الجوع. يعني هي دي نقطه، الاب هيبعت ابن يجيب يا فول يا طعميه خلاص، وهينزل ما فيش غير كده. واحد قال لا انا لا بحب الفول والطعميه، مش هاكل، مش هقول له، وده مش هقول له. وفي اتنين قالوا اللي هم عاوزينه خلاص، كده كده الابن هينزل وهيشتري للكل يا فول يا طعميه، فهيجيب لك في الاخر اللي هو اختاره. يعني اللي ما قطعوش، اللي مقطعين الانتخابات او اللي هيبطل صوته، كده كده غيرك هيختار لك رئيسك. وهياكل يا فول يا طعميه، وهتاكل يا فول يا طعميه، فاختارها بارادتك احسن. يعني على الاقل اختار انت الحاجه اللي ممكن اختار تبلعها، اللي انت ممكن تبلعها لغايه ما نعدي الموضوع ده بقى، ما نموت ونطلع بقى ناكل بيتزا بقى، ناكل كباب، ناكل محشي. ده المرحله الجايه. المهم ان انا دلوقتي عاوز احافظ على حياتي، وابقى انا اخترت الرئيس اللي انا عاوزه، وما بقاش قاعد وبرضه وانا قاعد حد غير اللي اختاره. يبقى انا كده كده واحده هيتم اخترت الموقف خير. السلبي. ايوه، لازم اكون ايجابي. اللي ما نزلش يدي صوته في الانتخابات هو كده سلبي. وبرضه لتاني مره، خلي بالك الشعب المصري في الفتره اللي فاتت كان غيره اللي بيختار له قراره. الشخص اللي مش هينزل يدي صوته او اللي هيبطل صوته برضه سايب قراره في ايده، وبرضه غصب عنه هيضطر يصبر في حكم الرئيس الجاي لانه غيره اللي اختاره. فانت على الاقل انزل يا سيدي، اختار اللي انت شايفه ها ممكن يمشي أحسن. لغايه ما نعدي المرحله دي ان شاء الله.